أسعد الله أوقاتكم وأهلاً بكم في هذا الموعد الإخباري الموجز الذي يقدم لأول مرة بلغة الإشارة، وترافقنا في تقديم هذا الموجز الزميلة عائشة بنت علي. تسلم رئيس الجمهورية السيد محمد ولا عبد العزيز يوم أمس بالقصر الرئاسي رسالة خطية من أخيه وصديقه السيد ماكي سال رئيس جمهورية السنغال. قام بتسليم الرسالة السيد علي بدر سيسي وزير الشؤون الخارجية والسنغاليين في الخارج خلال استقبال خاصه به رئيس الجمهورية. حضر المقابلة السيد حمادي والحمادي وزير الشؤون الخارجية والتعاون وسعادة السيد مامادو كان سفير السنغال في بلادنا. اجتمعت لجنة متابعة تطبيق وتنفيذ نتائج الحوار الوطني بين الأغلبية الرئاسية وبعض أحزاب المعارضة مساء أمس بالمركب الأولمبي، وذلك لتحديد معايير اختيار لجنة الحكماء التي سيعهد إليها بالإشراف على كافة الاستحقاقات الانتخابية في البلاد. مثل الأغلبية في هذا الاجتماع وزير الدولة للتهذيب الوطني والتعليم العالي والبحث العلمي السيد أحمد الباهية، وعن أحزاب المعارضة رئيس حزب الوئام السيد بيجل والهميد. تم يوم أمس بمقاطعة دار النعيم افتتاح المعرض الثاني المنظم ضمن عملية أمل للبيع بنصف الجملة الذي يستفيد منه سكان مقاطعات الإكسار تيارت ودار النعيم. وأوضح وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة السيد بومبول درمان في كلمة بالمناسبة أن افتتاح هذا المركز يدخل في إطار توسيع ودعم برنامج أمل 2012 وتقريب هذه المواد من المواطنين في مقاطعات دار النعيم والمناطق المجاورة لها. يتوقع القائمون على هذا المعرض أن تستفيد 600 أسرة يوميا من هذه العملية. نهاية الموجز، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.